توفيت مغنية فيم وفلاش دانس إيرين كارا عن 63 عاماً. يقدم كوكو هرنانديز إيرين كارا عرضاً في حفل تخرج في مشهد من فيم من إخراج آلان باركر 1980. توفيت إيرين كارا المغنية والممثلة التي اشتهرت ببطولة الأغاني الرئيسية لأفلام الثمانينيات فيم وفلاش دانس. كانت تبلغ من العمر 63 عاماً. توفيت كارا في منزلها بفلوريدا بحسب ما قالته الإعلامية جوديث موس التي أعلنت الخبر على حساب كارا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، وقالت إن سبب الوفاة غير معروف حاليا. وكتب موس: طلبت عائلة إيرين الخصوصية أثناء معالجة أحزانهم، لقد كانت روحا موهوبة بشكل جميل سيعيش إرثها إلى الأبد من خلال موسيقاها وأفلامها. ولدت كارا في عائلة من الطبقة العاملة بورتوريكو وكوبية في حي برونكس بمدينة نيويورك. بصفتها ممثلة طفلة، تضمنت اعتماداتها فترة منتظمة في عرض الأطفال في السبعينيات The Electric Company. ولكن كان فيلم فيم عام 1980 عن مجموعة من الشباب الموهوبين الطموحين في نيويورك يحاولون بدء حياتهم المهنية في عالم الفنون المسرحية، هو الذي أطلق كارا إلى النجومية. غنت على الأغنية الرئيسية التي تم ترشيحها لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. تذكرت النجمة الشهرة لورا دينا كوخ كارا بأنها دينامو يمكنه الغناء والرقص والتمثيل وتعريف التهديد الثلاثي. كانت إيرين نضجا يحتذى به شخصا كنت أطمح لأن أكون مثله. بعد 3 سنوات قبلت كارا جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن فيلم فلاش دانس. وات أي فيلينج جنبا إلى جنب مع فريق تأليف الأغاني في فلاش دانس 1983، موسيقى لجورجيو مورودر وكلمات كيث فورسي وكارا التي غنت لها أغنية العنوان المبتهجة. كما فازت بجائزة جرامي عن عملها في فلاش دانس. أثرت كارا على جيل المستقبل من الفنانين. يقول سيث روديتسكي قائد الفرقة الموسيقية والمضيف الإذاعي في برودواي: إن مشاهدة كارا على الشاشة عندما كان طفلا ساعد في تشكيل طموحاته المهنية. قال: إيرين كارا مثلت صناعة الفن في الفنون وأعطتنا الكثير من الإثارة والأمل والحماس لمتابعة الفنون. وفي بيان متابعة على تويتر قالت موس إنها وكارا كانت تعملان على مشاريع رائعة كان من شأنها أن تجعلها ومعجبيها سعداء بشكل لا يصدق. قالت: مديرها وأنا سننهيهم، إنها تريد ذلك.